هان أطلب هدر يا هان وحان دوني يا هان آن إلا هغلي آن إلا هغلي
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومناسبة غالية مانتا مناسبتنا إنو جوبنا لغو دافرايو غرونكا ديارادا عالميغا إي مغالدا بربرا ودوليمات كيو هرهي مانتا إكو تمي ديارادا عالميغا إي إير جبوتي مانتا علانا برنامج كي نقون دونا ميت كوبان هادالادونا إي كوبنان دونان فريتانكا مناسبتنا غالية مناسبتنا وعن كده رأيي كريه يعني مناسبة وين تاعي بلوب تدك غير بربرة وعن ما اللي ويد داون هي وزير كدولست هوده صعدا هالكل وقيمي سدا أي يديله ده بدل وق قبين فريتان كجدا طيورة ده يدولمات كديارة ده إير تبوتي إيمان دونتا يسدي أي وزير كوجو همليين يجي سدا ما يحيي بركان أساس قال وتهاي مدار كونو شقيانه ومهم ومدار عالمية مدار فرصه بدن و اني غرمه كلاي سومالي لانان لهين بوله يحي تيرمينال كان مغالا هيستا ما جيرتو او اير بوديدا سومالي لان كميدا حتى هرغيسا رنويغا مغالا هيستا ما جيرتو وان فلا يانو كاي هي كان لباد جيسكا افريكا مين قلدناي اغندر كرنويغا وحن كوسو دوينيا بارا صابكا غوبلكا ساحل او وركا سو دن بخين دورا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وسيرده شرفت لي على كنسكو يمتي هير قرانا تلياش عيدمدا خليبانادا مرتي شرفت كلا ما تنو سو بوقتين حفلتها اسكو تيمادو اير بودك بربرو لو فرايو الحمد لله بالين هاي وسيرك دولستي هودا اد يا اد بانو مهدنقيا جمهوريه سومالان aadiyad baan mahadnaqaya codsigaygu uu ka soo jawaabay ee airport ka barbara oo airportada Soomaaliland uu qaalisan ah inuu abaabada u furay inta uu joogo kulaha xilka ku simayo aadiyad baan ugu mahadnaqaya anoo halka hadalka sii dheereeyayna wasiirki Kaashaandhiga iyo wasiirki doonista hawada iyo wasiirro kala badan far badan iyo wasiirro ku xigeen ay joogan oo hadalka soo koobi doona السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا هاي برصابك هذه هذا يوم هتسين هاي تامع يوسف أحمد تامع واحد في ليه قبل كوكو عصبي هاي ساس مية تامع قبل كده وين بتسمي واحد عشر رح بضنا بحية ويا هاي اللي قاو وعن كسور دوين يا مسؤولين تديار دير تبوتي iyadoo safiirkii Djibouti ambassador Hussein Kawali oo inada joogo Hussein Khaliga wadi naaresta ay iga qaldantay Kawali Hussein Umar Kawali waan ku dhaweeyay Kawali waxaan markaa ku soo dhaweynayaa Mr. Im Patrick oo ah commercial director of Air Djibouti. Im Patrick, you welcome to the stage. And you will see many flights in Berbera. This is the first aircraft. The second aircraft will come in a few weeks and you will have more flights. Today I met His Excellency the Minister and we've agreed our schedule to Berbera. We'll link Berbera with Hargeisa, with Djibouti, and with Bosaso. It is fantastic to be here. I was here only a few weeks ago.
Today, at the end of this press conference, the minister and I will sign, and we'll agree that Berbera will become a base for Air Djibouti in Somaliland. Thank you very much. Okay, thank you, Mr. Patrick. وعن مركز بسود وينيا يجو أي نقطة بيدونا وزير هذا أي خصيصة يزفيرك وزيرك عنيدك قال ياش علي حامد وزير هذا سفيرك جنرالك بعض كله إذا ماذا مرت شرفته اللي بالله تقول له دكان ك إبربرة يبه هذه الصحافة تبدأ ما أنتي بقى وحقو السلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذه أدبان ما تان غفر حسن هاي فريد كا إير جيبوتي أو فريد كيغوري لوكال فريد كا دلك جيبوتي سمعنا كده حبلاما هرجيسة تبربرة يو دلك إنتي سكلام هدي لهاي راضو. هذه أدبان غفر حسن هاي ووح شغل قبطي يو قروح ذا يبلع لربوت كنا ودو شيء ترى هدي لهاي راضو. مركي لبدي كوريا طبعا كي حكومة دارت تبدي سدى يا هيد إربوت كنا والله سعطان ما أنت نالك إنه فرنا يسدو يه وقوع ورقبتان مركا ومركا تمدون أنت دمبنا أنت هيك في عم باه هدي لهاي دقول هامي وغناقة إما دون تا وحن آذيات قوم هاد نقيا شركة دير تبوتي فريتان كاي بلودي لوكال فرايد كا أي ما أنت بلودي إيه أنو حريقة كشرني آذيات بان قوم هاد نقيا وحن كلو أن ما هاد قارسينا يا وزير كدوليست هو ذا iyo wasaaradiisa wasiir ku xigeenka iyo wasaarada shaqaalaha wasaarada sida habsamida iyo wareega iyo sida ay hadii jeeraale uga shaqeynayaan haqabtirka baahiyaha loo qabo local fleetka iyo wareega isoo kordhiyeenba aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa waxaan kaloo filayaa in wasaaradu erbootada kale dalkana ay sidaas laga iska xil saari doonto iyo sidan oo kale ka shaqeyn doonto hadii ilaahay taala iyagaan oo isagu jirkan uga tagi doona erbootada kale dalka isaga faafay doona shaqada iyo waxay ka qabanayaan وحن آدي آد قوم عن قيا شغاله وزارة دوريستا يير جبوتي سيدا وين أكتر أفسد ما أفسد من صعود كا أي باسن شريس كا أما دت كا صعدال كا كل صعود دل كجديسة أي وها بيني هذه الشيء رالي آدي آد بان قوم عن قيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آد يوم أتصين هاي وزير كحديد كا قلاياش سوماليلان وزير دولة عفمت كا سودو رحمة الله وبركاته حبناها قولها وزيرها ده تليياش عيدنكا ووهو قامين ايو تلييها عيدنكا صعودكا ضيب ميركا مرتي شرفتا وحان ادنكو سلام يا سلام تشريعة اسلامكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحوين باين وصو كردين مانتا هذا إنه أنت إنه هرجي سك صوكة عني. لبعتن دقيقة غلط أنت إنه سوسة عنا إنه بربرت شو جنو. وأنت إنه غدا إنه نغنا إنه. وحوين باين وصوكر لي. وأنا وح قبض كحكومة دن. إيو وزير كدولست إيه هودا. آد يا آد بيم هتسي. nin baa bari yiri waxa soo kordhaya markuu ka hadlayay nin pool boating la oran jiray wuxuu yiri maanta waa Brent East Britain Soweto wuxuu ka hadlayay dagaalkii South Africa iyo dadkii la cusureeyay jiray anigu waxaan leeyahay maanta waa Berbera Berito waa Burco iyo Ceerigaabo iyo meel kasta oo aad iyo aad baan wasaaradda duulista iyo wasiirka wasiirku xigeenka wasiir dawla staff kooda oo dhan ugu hambalyeynaya reer Berberana soo dhaweynta aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin intaasaan hadalkii kaga baxayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wayay nabada wasiir way dambayn doonaan waxa ku soo dhaweynaya safiirka Somaliland dalka Djibouti زفير كاي كورني لبدا وسير وايد دبينا يا حسين عمر سودو زفير كصاحب قال له صاحب حقوق قال له برا مجا جمهورية جيبوتي مجا جمهورية جيبوتي مجا مدح وينها جمهورية جيبوتي
مظلة إسماعيل عمر قيل يحكومة دي سجبوتي وحن كسلامة يا حقل ألو سوقود بنايا سلام والالتنماء أو كالقا عائلة أو كسلال سلامتي إسلام كيسكو سلامي مقالة النبيدنة ماتا ايربوركا بربرا وحن لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن حقل مهد قاره وقجيدين يا وزيرك الدولشتة يهوذا مظلة فرحان آدن هيبة وسقي ما بدن شرف بدن الولالتنم كل ده أنت هاي لوجو صل دوي ما أنت ديارة ده إذا إرجبوتي وأديك دونتا لبلا بدن يأدو كبا أنت كلابا قارسين دونتا شعب وينها غير سومالي لان وحويا ديارة ده إرجبوتي وحي ما أنت فرحان أنيق قارهات هذا أنيق وما قاعد يقار كأي مدع ما قاعد مدحونا جمهورية جيبوتي إيو جمهورية جيبوتي حكومة ما قاعد حقوق قوة هذا ليا وحيت هاي فرحان وين والله ما فلانا أو سي يعني قيمة بدن أنيق يقول تعلمات وين أو جوجو بربر جوجو وتاريخ أني لوبي ولقينا سببته وديارتي لوبهنا وديارتي جيبوتي وديارتي سوماليلاند وديارتي أمد وأديجيس وحن تاوغا قوليهاي وهم ملدا إيو دادالكا وموجيه مدحوينها جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر قيلي إنو أديجو أمد أدوكا سيدا أي وليبنا خاصة لبدا ودن سوماليلاند يو جيبوتي سيدا حليل كوغو كروغوكو إلها دقالوهوغو كروغوكو إلها يل إساقو حوجينية قاديدكا ها أهاتو لوكا ها أهاتو إركا ها أهاتو بلا وحاوية جيبوتي وودن هاد يجير كود دالا إن محاكو لدي الدموقراطية دا إيا حليلكا إيا ودن لدى جاركا أولاسكو أديقو أولاس نحمرو سيلو قالو هرومر لو قالو وايو هرومركو وحكو إليهاي ودى شقينتا ودى تشيقا إس احترامكا إيو إن دقالها أمد لبدا ودن كرلوغو قادو مدام أولاس نحمر إيو وحا كرل إيا oo diidilada ay in u soo kordhayo umada labada wado ku nool ee maxaa kula shaqo abuur ba bilaamaysa dhaqaalaha kubcaya wixii wadanada libaateen ee dhaqaalaha dhibaateeya sida kontrabaaga sida waxyaabaha ilishidka la yiraado in de laga wada shaqeeyo oo la is ogaado oo himilo qulaalta la wada yeesho sida uu fikirayo mudane Ismaaciil Umar Geelle oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti maanta uu urgeliyay inay diyaaradda Djibouti جيبوتي سوماليلاند ان هرجيسا هرجيسا بربرا برعو انت كلام وي تيجي دونتا بلبل نيغو قادلنا وي ايمان دونتا وان الحوجين دونا وحن هذا الكيغا كو بديل مايو بديل مايو غير برع ان غير بربرا وحن لي هاي واد باتشنتي سيده قروح ده بدل لي برا سابكا اي دولدا ان غير بربرا وحن كلي هاي واد باتشنتي سيده قروح ده بدل لي لوغو سو لوويسين ما تنا وان وارغلي xiriirkeen nuna inta uu ka sii kordho doona waxa ku soo koobay hadalkayga madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti han noolaado er Djibouti han noolaato maareeyaha ee diyaaradda er Djibouti anigoo ka tagay mudane Abubakar Umar Hadi wa himiladu muujiyeena aad baan u karsoonahay aad baan u muujiyeena waxa leenahay hanbal yaba ka leeyahay wa salaama ee maxaa ku raaday madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo ooridiisa khatir maxamuud hayd هل نولا تلنا هل نولا لا جبوتي هل نولا تو السلام عليكم ورحمة الله وي صعبك سبيرك هذا لو قرعة صعبك وزيرك يا قاشان ليقى الصومالي لان أحمد عاتش علي عظمي الله الرحمن الرحيم مركا والرئيسة وحن سلام يا دمان مرتشرف كالك يسوقو تميد وطبعا وزيرك قاديتك عركو وقابل ايو بعدما اي مناسبة تنو مناسبة ايو وزيركو حقان كيبا اي ليهين تدخلو استافينا لسعودو وحالي وان نسيب وناك بينو اهيد قراض يدا هل كان كسي قدين ايسا دبلكو قيل ايسا هدي الهي كدوغو ساعدة كبعد مركانو نغننا قريها يقبانو تقينا وإلهي مهدي إلهي كسوكو
madaxweynaha jabuuti waa laga filayay waan aragti dheer waa nin run ahaantii wax badan sahmin kara waa ka filaynay dayuuradda jabuuti yeelato cidda u horeysa oo fuulaysa inaanu annagu ahaanayno oo somalilan waxa xiriirka ka dhexeeya somalilan iyo jabuuti baa taa khasbayo keenaya waxaan kaliya wax yar baa ka waxaan ka sheekaynayaa waxaan isku wadaa inaan badyaqaan ahay dabadeedna baddaan la hadlay badda nafteedii baan wax isweydiinay markaan ku soo dhowaanay waxay ii sheegtay buuxeedu inuu tiyoore ka badan yahay waxay kaloo ii sheegtay kalluunkii soo caariyi jiray oo wuxuu meesha ka cunay kalluunku wuxuu ku nool yahay badda badduna markay qudurkeedu mugteedu sii fog tahayba khayraadkeedu waa badan yahay badda nafteedu ishaada ku mucallina hoseynu aragno mawjado soo dhacayaa ma jiraana badweyntii waa buuxdaa dadkii masaakiinta ahaa oo la yidhaha dadku waxay ku nool yihiin dekadaa la yidhaahdaa dadka waa miskiin koris baa la yidhaha dekadaa adduunka marka masaakiintii ku noolayd naftooda inkasta inaan weli arag waxaan ka filayay dhowr kiilo u kordheen maraakiibtii shan markab baa dabadda hadda ku xidhan shan markab dadka qaar baa iska hoos jooga aan garanay waxay tahayba shantaa markab waiting bay ku jiraan waxa buuxa kiigii markabbaa buuxa lagu soo xidhayay maraakiibta marala marka kaasu dhammaado oo la dhammeeyoba maraakiib kale soo xidhanaysa kuyuuba ma jirin way xoolaha meesha ka dhoofo badacad baa ka soo degta iyadana waxaan arkaynaa in khayraad badani ka soo socdo markay maraakiibtu badato lacagtiina waa badanaysa iyo dakhligii ka soo gelaayo intaa waxaanu ka leenahay qofka man lam yashkur illah lam yashkur innaas baa la yidhi cidda aan ilaahay u mahadnaqini cidna uma mahadnaqdoba cidna uma mahadnaqin hadduu ilaahayba kaga bakhiilay waxaan leenahay wax wanaagsan iyo ifafaalo fiican baa ka muuqda airborkii oo soo noolaaday baa ka muuqda wanaaggu wayse soo jiitaa dabadeedna midba mid buu keenayaa waxa muuqata dekadii haawanaysay oo aan caad u camirayn inay camiran tahay airborku markuu sii xoogsadana camiraaddu waa sii kordhaysa khayrkii waa intii ka badanaya halkaynu inagu maanta furitaan baa munaasabad furitaan baa loo yimi waxaa ku xigaya haddii aan la yidhi ganacsi iyo baacmushtar ay ku yimaadaan dayuuraduhu baa ku xigaya intaasuu baanunayaa waxaan ku soo dhawaynayaa wasiirka duulista hawada falyatafadal waa salaamayaa marti sharafta halkan iyo dadkii aanu la wada soconay diyaaradda eer jabuuti dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka farxad iyo sharaf weyn bay noo tahay maanta iyo qiimo weyn oo dadka barbara u tahay oo ay u tahay somalilan dhammaanteed inaynu halkan ku daafurro oo aynu ku bilowno duulimaadyadii aynu ballanqaadno ilaahayna uu noo aqbalay ballanqaadkii aanu samaynay inuu noo suurtagalo oo eer jabuuti ay maanta ka bilowdo duulimaadyadii halkan annaguna kan tijaabada ah aanu noqonnay inaanu kusoo daafurro waxaan leeyahay ilaahay baa mahadle mar labaadna waxaan u mahadnaqayaa dowladda jabuuti iyo eer jabuuti oo halkan uu wakiilkeedu fadhiyo safiirkii dowladda jabuuti ayan patrick oo ka socda isaguna ah suuqgeeyaha shirkadda eer jabuuti iyo tiimkiisa ridwaan iyo kruga diyaaraddaba waan salaamayaa waanan u mahad celinayaa waxaan leeyahay fursad wanaagsan bay tahay annagu keenay diyaaraddii oo halkan timi laakiin dadka la doonaya inay raacaan ee ay isticmaalaan ee ay ka faa'iidaystaan waxa weeye waa dadka berbera hargeysa waxaa laga yaabaa inay suurtogeliso duulimaadyo berbera ka taga oo hargeysa tago hargeysa ka soo noqdo berbera yimaada waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay aan idhaahdo taariikhdeenna ay suurto gasho taasi waa tallaabadii hore loo qaaday waxaan mahad ballaaran u celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee qarankan hogaaminaya oo suurtogeliyey in terminaalkani uu dhismihiisu hirgalo inuuna suurtogeliyo maanta inaynu dib abqaalis iyo dib u furis ku samayno waxaan leeyahay dhammaanteen sharaf bay noo tahay aan ka wada faa'iidaysanno
وحوي وفرصه غاليه ما تلقى مجلس شغل ويدل غدينا هدرا ونغرينا اما كان واكن بهرقيسا ووحلى يابلوي ومع ست. السلام عليكم ورحمه الله. يرد إير جيبوتي أي مكان بلابنتي فلايت كيغو هرينا ما أنت كنت تيجي مجلة بربرة وحي تايمد أهمية وين أولى الشعب جا قبل كساحل وحي تايمد أهمية وين أولى جودهان قبل هذا الصومالي لان وحنا لصادلنا يا إن مجلو ينككلا أي سجود بدونته مستقبل كا بربرة برع هرجيسة بربرة إلا برع عرك هبو بورم ساسي أيوس عنوته وأنا فرصد وين أو سكر ري إن جديد كعركة ليس قص جدبو مجالو ينك سومالي لان إلا تبوتي يروكله أو أد أفهم حسين عبد الله الدقسي يعول بربره.